السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعينا غالين، ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين جدد منورين قناتكم. اليوم عندنا تغطية سريعة لمعرض الاختيار، عندهم عرض حصري البنك الراجحي للأقساط للتقسيط. طبعا هناك الستاند موجود، التفاصيل حقيقة البنك إذا وصلت هناك بصوروا لكم، بس خلونا ناخذ الأسعار على السريع. عندك هنا هونداي إكسنت يا طول العمر ب 47,000، باخذ لكم انا بعض الاسعار على السريع. هذه الاكسنت بعد لون رمادي طيس، سعره ب 47,500 2020. وعندك هنا الانترا، هذه سعره ب 63 2020. وهذه جنوط بعد الانترا لون فضي، سعره بكم؟ 66. جنوط 17 وسعره ب 66. وعندهم هنا بعد السوناتا، اغلب الفئات واغلب الالوان متوفر عندهم. شوفوا الاسمنتي الابيض هذا اقرب ماله كحلي، هذه سعره ب 89 بانوراما مخمر. اغلب جميع انواع سيارات هونداي موجوده عندهم. طيب يوب بندر، نبي نشوف العرض حق هذا، سعره ب 98، هذه جلد بصمة. عندنا هذه ب 81 ستاندر، سعر ب 81، هذه لد. طيب وبندر، نبي نشوف العروض حق بنك الراجحي. هذا عرض بنك الراجحي، وركز معي، للعملاء المحولة رواتبهم يبدأ الراتب من 3005، الربح 1.5، رسوم إدارية 0، دفعة أولى 0، دفعة أخيرة 35%، فترة التمويل 6 شهور. للعملاء الغير محول رواتبهم يكون راتبك 4000، الربح 2.5، رسوم إدارية 0، ودفعة أولى 5% مدني و10% عسكري، ودفعة أخيرة 35%. هذا العرض حق بنك الراجحي للي يبون التقسيط. طيب عندنا هنا السوناتا بعد اغلب الوانه موجوده، هذا الذهب الفاتح. ودي اصور لكم بعد، فيه هناك توسان، هناخذ لكم سعر التوسان على السريع. هذه كلها متوفر، سوناتا الانترا، تذكرون الانترا قديمه هذيك مدير الظهر 16 ما ادري كيف، تذكرون صورت لكم قبل 6 شهور، راح كلها، مع انه كان في ناس كثير من يبي قديمه من يبي قديمه، في ناس يبون قديمه. انت لا تحكم على نفسك، انت كل شخص وله رغبه بسياره معينه، موديل وشكل، حتى لو موديل قديم. راح من ذاك اليوم يوم صورت راح كلها ما شاء الله. هنا عندك توسان، هنا نبدا بهذا، هذا 2020 بانوراما، ماكينه 2000، سعره ب 79، هذا لونه ذهبي فاتح، وهذا 79، 1006 الماكينة جي دي اي بانوراما، هذا اللون كأنه رمادي عشان مع النور ما شلون جايك درجة النوم سكر ماله رمادي، هذا ب 75، وفيه متوفر عندهم أكثر من لون. هذا التوسان طبعا خذيته لكم على السريع بحكم إني مصور لكم أغلب أنواع السيارات، جميع أنواع سيارات هونداي كلها موجودة بقسم الفيديو، بس اكتب اسم السيارة والموديل ورمز قناتي النمرة 2500 راح تطلع لك. خلينا نكمل لكم بعد نروح الجهة الثانية. طبعا كله وكيل معتمد من الإعلان، تشمل الضمان والصيانة كل الأشياء هذه موجودة لأنه هم موزع معتمد للإعلان. هذا التوسان الكحلي، خلينا نشوف لكم سعر كريتا، هذا كريتا وهذا كونا. شوف كحجم دائما يسألون عن الحجم، شوف كريتا هذا هو واضح لكم، كريتا أكبر حجم بشوي عن الكونا. هذا ولي سيارتين زينات مرة للبنات، أبعادهم حلوة وسواقتهم زينة يعني سهلة للبنت اللي توم متعلم سواقتها. خلوا صورة لكم من قدام، هذا بعد كونا، هذا واضح إنه ستاندر. شوف كم سعره، هذا سعره ب 65 2020 ستاندر. شوف صرفيته الوقود كم، هذا الماكينه 2000 مشي كل لتر 15.7،
الداخليه مخمل باللون الاسود، وهذا كريتا، هذا كريتا ب60. شوفوا يعني يفرق فرق بسيط اللي هو كريتا كحجم، ارتفاع وحجم كبر، كريتا اكبر اكبر بشوي عن الكونة. هذه كريتا طول عمره ب6، سعره ب60. هذا نفس مكينة وقيرة الانترا اللي يبي سيارات مرتفعة. السناء التوسان شفناه، نشوف لكم هذا، هذا بعد كونة، هذا بصمة نصف الجن 17 ب72. شوف الجنوط يختلف، انه جنوطه ستاندر، جنط 17 اجمل مكحل. وهذا كريتا ابيض، هذا كريتا الابيض، لاحظوا السقف باللون الاسود، شوف هنا حلوة التكحيلات، كلها جاية تكحيلات باللون الاسود. سعره ب67، نصف الفتحة ومخمل. صور لكم بعد السنتافي، السنتافي عاد في فئات كثيرة، في 6 سلندر و4 سلندر، هذا 2019 سعره 148، مواصفات كاملة. هذا إذا مواصفات كاملة فهو 6 سلندر، هذا 3.5 مشيك اللتر 10. طبعا السنتافي مصور لكم جميع الفئات، نفصلها لكم ومجربوا بعد. طيب هذا الموديل اللي قبل، هذا السنتافي الموديل اللي قبل، شوف الفرق بينه وبين الجديد، شوف كم. هذا 2016 بانوراما دبل، سعره ب85. اللي يبي السنتافي قديم الشكل الاول موجود، وفي واحد ثاني، في ثلاثة شفينا. هذا اتوقع انه جراند سنتافي، هذا بعد كم يبي الموديل اللي قبل، ناخذه لكم على السريع. هذا هونداي سنتافي في الكامل 118، وهذا جراند سنتافي، نشوف لكم كم. اي جراند سنتافي فل، لا نصف فل ودبل 6 سلندر، هذا سعره 109,000 مع ضريبه. وهذا عاد السنتافي الجديد. اعطونا رايكم بالله، والله يا هو اجمل، بس في ناس يبي القديم، فموجود عندك ال 16 وال 18 والشكل الجديد. هذه ما شاء الله تبارك الله، فيجي منه سنتافي 6 و4 سلندر. هذا التوسان، وفي بعد الفانات الاتش 1 نصور لكم. التوسان مثل نفس الاسعار اللي صورت لكم قبل شوي، هذا الاتش 1 اللي تغير شكله. نشوف كم سعره، سعره 86,000. هذا 9 ركاب ومكينة 2000 وفي مكيف مركزي، هذولي مباعة. بس خلصنا أرقام ومحسبات كلها موجودة تحت ببص، فمال الله وبحفظ الكريم.